بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يا شعب مصر العظيم، ايه اللي بيحصل ده؟ تسرق الأمور. والله إن القلب لا يدمن في معتفى مع أحد أبنائنا المجندين، والمرة دي ما هوش في العريش، ده موجود في الإسماعيلية. ثلاث مجندين، ثلاثة من اخواتي واخواتك لابسين لبس الميري زي وزيك، راجعين من اجازة ورايحين وحدتهم في الاسماعيلية. هم الصبح في موقف الاسماعيلية، في الموقف ثلاث جثث مسبوحة واعلاهم لافتة مكتوب عليها دم الجيش المصري حرام، دم الجيش المصري حلال. هل يرضيك يا اللي خرجت علشان مرسي؟ هل يرضيك ان اخوك المجند يتذبح، حط عليه يافطة دم الجيش حلال؟ هل يرضيك ان اخ تاني ليك بيأدي واجبه وفي دبابة تتخطف الدبابة بالظبط صف الظابط؟ واحنا بنتكلم محافظة الاسماعيلية، مش منطقة نائية في سينا. وتاني يوم يلاقوا الدبابة وثلاث افراد بتوع الجيش اللي افترض بيهم ان هم ولادنا وبيدافع عنا مذبوحين. معاناة الناس كل يوم، الاطباء اتصال من احدى محافظات الصعيد، طبيبة لا تستطيع ان تتخلف عن واجبها، حظها العاسر ان دورها في النبطشيات جاء في يوم زوجها اللي هو رائد شرطة، هو حظه كويس ان هو كان اجازة في الفترة دي، او بمعنى اصح مش عايز يشارك في الفتنة اللي موجودة، خدها في عربيته عشان يوصلها المستشفى في ميعاد حظر التجول. اتضربنا للتحذير، طبعا كل اللي في العربية اترعبوا، بنتها الصغيرة وزوجها وناس تانية. نزل من العربية وحاول يبين ان في طوارئ وان هي لازم توصل المستشفى. رجعوا تاني والتفوا لازم، ورجعت عملت النبطشية. يخدم في العريش، ضرب نار على العربية لان كان في مظاهرة، والحظ العاسر للتاكسي ان هو كان معدي في وسط المظاهرة. بالله عليك، اي ديمقراطية انت بتدعو اليها؟ بالله عليك، انت عاجبك الوضع النهاردة؟ بتكلم مع واحد من اخواتنا، هو مش اخوان لكن متعاطف مع قضية الاخوان، بقول له ايه اخرة الوضع؟ كيف سنحمي البلد من شلال الدماء؟ هل احنا عايزين نوصل
القضية تبقى زي شعب سوريا، شعب مهجر وملايين شهداء والمهاجرة بأعراض الشريفات من السوريين. هذا المستقبل عايزينه، لأن كان في دعوات بيقولوا منتظرين الضباط الأحرار في الجيش إن هم ينقلبوا. هو ده الحل. طب بقول للإخوان خايفين لو رجعوا بيتهم الأمن هيعتقلهم، والناس هتبعدهم وجيرانهم هيضربوهم. قلت له طيب هذا وقت العقلاء، العقلاء يتدخلهم. وأعتقد إن لو في واحد كان في مظاهرة ورجع لبيته واتدخلت الناس اللي عالة في كل قرية مش هيحصل مشكلة. نتنازل شوية علشان خاطر البلد. قال لي لا وقت لصوت العقل، الكلام اللي انت بتقوله مش واقعي. طب بالله عليكم كسبنا ايه من انتظارنا للمهد المنتظر وتحويل الخطاب بتاعنا من لازم مرسي الى لازم الديمقراطية؟ ملعون ابو الديمقراطية، ملعون ابو اي لون يصبغ جزء من الشعب المصري ويوسمه في مقابل الشعب كله. ارجعوا لبيوتكم ونحتسب شهداء الوطن عند الله. رجعنا لبيوتنا مش معناها ان القضية اتباعت ولا الدم ضاع ابدا ابدا. لن نفرط في الدم، مش هننسى، وكل واحد لازم ياخد العقاب اللي يستاهله ايا كان مكانه ايا كان موقعه. عايزين نحط ايدينا في ايدين بعض عشان بكره. لا مجال للايديولوجيات، مصير البلد على المحك. ضمير والتضحية والفداء في الحكمة مش في إراقة الدماء.